برحب بحضراتكم في الفقرة الطبية الأخيرة، واللي احنا دايما بنبقى حابين يعني نجيب ملف مختلف. النهاردة هنتكلم عن الصحة والسمنة وازاي اخس وفي نفس الوقت ما ارجعش اتخن بسرعة، ولو انا خسيت هل الفيتامينز اللي في جسمي ممكن ان هي تتأثر وان انا اتأثر واخسر يعني كم فيتامينات كتيرة جدا مع الوزن اللي انا بفقده ده، وازاي اتفادى ده وازاي اخس بشكل سليم وازاي حاجات كتيرة قوي. بس خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة جدا دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشورالز. بونجور. بونجور يا حبيبتي. انا سألت كام سؤال ازاي كتير. خلينا نبدأ حاجة حاجة، لان طبعا الواحد لما بيخس وياخد الديسيجن ويقرر ان هو يخس بيبتدي يقلل اكله بشكل كبير جدا، وبالتالي الجسم بيجيله زي شوك كده، بيتصدم. صح. انا باخد كميه معينه، باخد دلوقتي بقيت ربع الكميه، فبالتالي ده بيأثر اكيد عليا كمان جسمانيا وناحيه الفيتامينز. المشكله دي ازاي ممكن ان انا يعني زي ما بتقال اتفاداها بمعنى اصح؟ زي ما قلتي انا هواند، في فعلا ناس كتير جدا من الستات والرجاله بيلجأوا لاساليب دايت صعبه جدا، وبيحرموا نفسهم من كميه فيتامينز وكميه مينرالز واكل، بيحرموا نفسهم من الاكل بطريقه صعبه جدا. وعلى طول بقول الدايت ده مش صح. الجسم محتاج فيتامينز، محتاج مينرالز، محتاج بروتينز ومحتاج حديد. ما ينفعش ان انا اخس ويبقى شعري بلاقيه على المخده واقع، صح، او وشي بايظ، ضوافري بتتكسر، تحت عيني اسود، مناعتي قليله. يعني برضو اللي ما بياكلش او بيعمل دايت جامد قوي وبيفقد الفيتامينز بتلاقيه على طول مناعته، بتلاقيه على طول بيعيا، بيجيله برد، بتلاقي ما عندوش نشاط او ما عندهاش نشاط خالص. واحيانا كمان تلاقي لا بيدخلوا في مرحله اكتئاب. احنا مش عايزين كده. طبعا لازم نخس، وطبعا السمنه باب لاكثر من 20 مرض عضوي. يعني السمنه باب لامراض القلب والسكر والضغط والكوليسترول والعظم. طيب ازاي اقدر اخس من غير ما احرم نفسي من الاكل؟ وازاي اقدر اخس بامان؟ وازاي اقدر اخس وما يبانش عليا او يبان على شعري؟ ما افقدش فيتامينز يعني بمعنى اصح. بالظبط. الحقيقه شركه بايو ناتشورالز مقدمه كورس تخسيس، والكورس عباره عن اول حاجه طبعا منتج بيستا، وبقول انه الامن ومن امن المكملات الغذائيه اللي بتقدر تخسسني. ليه؟ لانه اولا هذا المنتج مرخص من وزاره الصحه المصريه، فبيديني امان شديد، موجود في الصيدليات، بلس انه ما بيشتغلش على المخ. طب ايه المكونات اللي داخل بيستا بتقدر تخسسني؟ انا عايزه اخس، يبقى رقم واحد الياف. الالياف دي مهمه جدا. ليه؟ الالياف اللي داخل بيستا من الياف الشوفان ورده القمح وقشور السليم. الالياف دي لما باخد بيستا على كوبايه ميه كبيره قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه، الالياف دي بتنفش في المعده، فبتاخد حيز كبير جدا. فلما باجي اكل، لو انا مستهدفه اكل الطبق بتاعي بتاع كل يوم، هاكل ربعه بس. واكيد بنصح ان احنا نبدا بالبروتينز والالياف والسلطه، وناخد الكربوهيدرات بعد كده معلقتين ثلاثه، هلاقي نفسي شبعت جدا. يبقى منتج بيستا جايه من ذا بيست، لانه الامن للخساره للوزن بدون حرمان، لانه بيحتوي على الشوفان والسيليوم ورده القمح والكروميوم. الكروميوم بيقدر يحرق لي الدهون المخزنه ويقدر يظبط لي مستوى السكر والكوليسترول في الدم. حلو قوي. طيب ده كده كله حاجات يعني اللي هي زي ما تقال عضويه او من ناحيه جسديه. من ناحيه بقى المعنويه والنفسيه، لان في ناس برده لما زي ما حضراتكم عارفين تلجأوا للدايت تلاقي الواحد بقى عصبي، بقى مش طايق حد، ستريسد على طول. ده شق مهم قوي برده ان احنا نتكلم عنه. ازاي ممكن بيستا ان هو يعوض لي ده؟ او حتى لو هتكلم عن الكورس كامل بيستا مع الب مالتي فيت. الكورس طبعا شركه بايو ناتشورالز اللي مقدمه الكورس كامل، وهي الوكيل الحصري لكورس بيستا اللي ارقامها ظاهره على الشاشه. ازاي نقدر نتفادى وقوع الشعر والعصبيه بالظبط والحاجات دي كلها؟ ان انا باخد مع الكورس مالتي فيتامينز. مهمه قوي اي حد فينا بيعمل دايت واللي ما بيعملش دايت ياخد مالتي فيتامينز. احنا كلنا عندنا نقص في الفيتامينات، والفيتامينات يعني الحياه. يعني مهم قوي اقول ان كمان في بعض الفيتامينات بتساعد على سرعه حرق الجسم، وتساعد على ان هي تحول لي الاكل الى طاقه وتحرق لي السعرات الحراريه. من اهم الفيتامينز اللي بتساعد على انقاذ الوزن وتزود لي المناعه
وبتعمل تحسين لنضارة البشرة وتعمل تحسين للشعر ونضارة البشرة. والضوافر هو ELP مالتي فيت اللي أنا شايفة صورته على الشاشة. ELP مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء، بيحتوي على 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن، وبيحتوي على فيتامين بي اللي بيحول لي الأكل لطاقة، كمان بيحتوي على فيتامين سي اللي بيزود لي المناعة وبيساعد على تعزيز الحديد، امتصاص الحديد، وبيساعد على تعزيز نسبة الكولاجين كمان في الجسم. حلو جدا. طيب بصي، انا عندي يعني اسئله اوريدي مبعوثه كتيره جدا، ندخل على الاسئله وبعد كده نكمل بقى حديثنا عن الانجريدينتس بشكل فعال اكتر. طيب هبدا بياسر. هو ياسر بعد بيقول انا عندي 45 سنه بعاني من سن ال 33 بسمنه مفرطه، ما كانش فارق خالص معاه في الاول، بيقول بعد كده كنت متخيل هرجع اخس تاني بسهوله، لكن شهيتي بقت مفتوحه جدا لغايه لما وصل دلوقتي عنده 45 سنه حضراتكم ل 110 كيلو، فمش عارف يتنفس، وطوله قال لنا طوله 173، لا 110 و173 وعنده 45 سنه. يعني كمان على فكره كل ما بنكبر الحرق بيبقى طبعًا اصعب طبعًا. يعني كل ما بنسيب نفسنا ونقول هنخس، لا الموضوع بيبقى فوق ال 30 غير فوق ال 40. صح صح. الصغيرين في السن بيحرقوا اسرع وبيفقدوا دهون اسرع. الحل في كورس بيستا بيقدر يتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة، عندنا أخصائيين علاجيين أو عندنا فريق طبي كامل بيقدر يتابع الحالة كل أسبوع، وده حاجة كويسة جدا. بيمشي على الكورس طبعا، كمان مع الكورس بيطلع القهوة الخضراء الجرين كوفي بيساعده جدا على الحرق، وبيطلع كمان مع الكورس فيتامين د هدية. بيستا هياخد منه يا إما ساشت أو اتنين أو تلاتة قبل الأكل زي ما الفريق الطبي هيقوله، على كوباية مية بنص ساعة، وقلب مالتي فيت هياخده بعد الفطار أو بعد الغداء، مش قبل النوم. أوكي. لأن قلب مالتي فيت بيساعد جدا على النشاط، هياخده بعد الأكل بساعة على كوباية مية كبيرة. فبيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، والفريق الطبي هيتابع الحاله بنفسه. كويس قوي. يعني كده انت جبتي له حل زي ما بتقال من الاخر، يعني اللي هو الميتابوليزم هيبقى قليل جدا، فكره ان انت تحرم نفسك دلوقتي صعب جدا. 110 كيلو على 173 ده برده مش حلو ابدا، وانت عندك 45 سنه فربما فعلا ده. بس برده سؤالي عشان لو هو بيتابعنا، خلال قد ايه يقدر ان هو يوصل للوزن الافضل، مش هقول المثالي يعني؟ هو او من اول اسبوع هلاقي نفسه خاسس كويس قوي. من اول اسبوع؟ اه طبعا. انا ما اقدرش اقوله هيخس يعني كام كيلو، ده بيبقى على حسب الاستجابه بتاعته. الرينج زي ما بتقال او الافريج. الرينج قولي لو في الشهر مش اقل من 8 كيلو في الشهر، مش بجد. اقل. آه. طب حلو جدا. وطبعا لو هو ساعدنا ولعب رياضة شوية، اتمشى شوية، ما كل الحاجات دي بتفرق، هيبقى أكتر من كده كمان. هايل. طيب واحدة برضو بعتها مي صلاح، بتقول وزنها 98 كيلو، طولها 156، ده وحش جدا طبعا. فرحها كمان شهر وبتعاني من تكيسات وبتعمل دايت ومش بتخس، محتاجة أخس عشان حياتي تكمل. لا هي طبعا مهمة قوي انها تبدأ الكورس من ساعة ما شافتنا دلوقتي، عشان هي قدامها على فرحها شهر، فلازم في الشهر ده تبقى خاسة كويس وهي لابسة فستان الفرح، تبقى عندها ثقة بنفسها. خلي بالك اي واحدة فينا لو تخنت 5 كيلو 6 كيلو ما بقاش عندها ثقة في نفسها. صحيح. فما بالك الناس الاوفر ويت والبنات الاوفر ويت اكتر من كده. فلازم تبدأ معانا الكورس وهتلاقي نتيجة ممتازة قوي، ويوم فرحها هتبقى مبسوطة، وبعد الفرح تكمل. يعني مش بس ان انا وقتها وخلاص، هي هتاخد فترة، يعني هي مش من اول شهر هتخس كل اللي هي عايزاه. بتاخد فترة من شهر شهرين ثلاثة، وبعد كده بتمشي مع شركة بايوناتشرالز بالكورس التثبيت. مهم قوي كورس التثبيت. ايوه هي دي بقى النقطه، يعني مش بعد ما اوصل اللي انا عايزاه خلاص ارجع اكل زي الاول. هي اصلا الشهيه هتبقى زي الاول بعد ما الواحد يقعد مثلا 3 شهور مع بيستا؟ الشهيه ما بتبقاش زي الاول لفتره، وبعد كده بترجع الشهيه تاني، لان احنا ما عملناش قص معده، احنا ما دخلناش مفيش جراحه. دي نقطه كويسه. فما فشاي مش هتبقى زي الاول لفتره، وبعد كده لما بعد فتره لو انا وقفت بيستا
لازم يبقى عندي قوة إرادة إن أنا ما أرجعش تاني آكل نفس الأكل ده. لو ما عنديش قوة الإرادة لازم أستخدم أو آخد كورس التثبيت. عندنا الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، أرقام شركة بايوناتشرالز، وعندنا كمان صفحة بايوبيستا على الفيسبوك للاستفسار والطلب الكورس من خلال صفحة الفيسبوك أيضا. طيب برضو في حد بعد بيقول جوزي عنده 65 سنة بيعاني من السكر وبياكل كتير في فصل الشتاء، وبقى مش عارف يتحرك كتير زي الأول، ومش عارف يعمل دايت وبياكل أكتر وبيعاني من السكر. على طول بقول أصحاب الأمراض المزمنة سيف ليهم جدا كورس بيستا. البيستا سيف قوي لأنه كمان بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على الكروميوم اللي بيقدر يظبط لي نسبة السكر في الدم، بلس أن ألبا مالتي فيت بيحتوي على كل عائلة فيتامين بي، ومريض السكر محتاج قوي يدعم أعصابه. فيتامين بي هو الأقوى لدعم الأعصاب ولدعم أعصاب العين كمان، فطبعا هيبقى سيف ليه جدا. برضو بيقدر يتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة أو يطلب من خلال صفحة بايو بيستا على الفيسبوك. موضوع الأكل الكتير والشهيات الكتيرة ده يعني تقريبا 80% من سكان الأرض مشكلة بجد، الواحد مقدرش يعني قصدي زي ما بتقال كده رغبة طبيعية عندنا كلنا، طبعا شهوة طبيعية عندنا طبعاً. كلنا صح. يعني الموضوع برضو صعب، بس هي فعلا لايف ستايل في الأول وفي الآخر. طبعا الواحد لما بيعود نفسه إن هو ياكل حاجات بتتخن، مكرونات ورز وعيش وكده، ما هو اللي بيبقى من بداية دمر. صح. على طول بقول احنا مش لازم طول الوقت اقول، لما انا باجي اقول انا هوند الاكل الصحي اكيد مش هعرف امشي حياتي كلها على الاكل الصحي. صحيح. مفيش مشكله لو في يوم لو في يوم اكلت الاكل اللي انا نفسي فيه، بس ارجع اقول برضو تاني لا لازم ارجع اعود نفسي على الاكل الصحي، بس اكيد في فترات احنا ما بناكلش اكل صحي. لا دي حقيقة. وعشان كده كمان كورس بايبيستا موجود عشان الناس اللي ما بتقدرش تمشي على الاكل الصحي بطريقه مظبوطه. حلو جدا. طب احنا شفنا اسئله المشاهدين، خلينا بقى نروح نشوف حد من الكلاينتس او من الناس اللي جربت تحديدا بيستا، ونرجع نشوف بعد كده. معانا حاله اسمها ابراهيم، خلينا نسمع بنفسه وهو بيقول ايه. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقاش معاناه في اي حاجه ولا في بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا بيستا. حلو كمان ان حد يطلع يتكلم ويكون جرب على ارض الواقع بقى بيحكي لنا تجربته. طبعا. يعني وتحس الناس بتتكلم وهي مبسوطه، يعني الواحد برضو هي ليه السمنه كده فعلا؟ ليه السمنه بتاثر على النفسيه، بتاثر على الانتاجيه؟ يعني طبعا. الواحد بيبقى في حته تانية. اي حد مريض سمنه اكيد لازم يتاثر، اولا يعني ثقته بنفسه سواء ست او راجل. يعني تخيلي بنت في العشرينات او في الثلاثينات مش عارفه تلبس غير لون اسود، ده بشوفه كتير، مش عارفه تلبس غير كوت يلمها. يعني الحاجات دي، وبتلاقي صحابها اللي في سنها بيلبسوا كل اللي هم عايزينه، فاكيد. وكمان بيأثر لو هي داخله شغل معين وعندها انترفيو، الشكل المظهر الخارجي هو اول امبريشن، فلازم نهتم جدا اكيد. بلس بقى المشاكل الصحيه اللي بتحصل يعني، والواحد نايم ما بيعرفش ياخد نفسه. صح. الركب بعد فتره الركب ما بتقدرش تشيل البني ادم لو اوفر ويت قوي، الظهر، العمود الفقري، كل الحاجات دي بتتاثر. القلب بيتاثر جدا، السكر ده بيقول لك الذاكره. طبعا طبعا. موضوع السمنه ده تطرق او يعني. صح. راح لحتت تانية، ودهون بقى على الكبد وقصص ملهاش اخر. يعني فلازم يبقى عندنا الوعي ان احنا لازم نخس. يعني ده لو احنا بقى اتكلمنا على الكبار او البالغين، تعالى بقى نتكلم على الاطفال، لان في اطفال كمان عندهم اوبيزيتي زي ما بيتقال، او اللي هو السمنه مفرطه، وهو تلاقيه عنده 13 سنه مثلا. صح. وزنه حاجه و70. طب ايه ده؟
انا شفت كيس والله العظيم واحده عندها 13 سنه، دي حاجه انا شفتها بعيني بقى، 13 سنه وزنها 400 كيلو. لا 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 13 سنه، يا الله يا الله، حاجه صعبه جدا، كتير جدا. وحضرتك لو شفتيها تحسي تديها حاجه و40 سنه، ده غير الامراض بقى اللي ممكن قد تصاب يعني بيها. لا دي لازم تخس فورا يعني، لازم مامتها يعني تتصرف، لازم تنزل كتير. خلي بالك الاطفال دي البذره، يعني طول ما انا يعني النبته الجديده بزرعها صح هتلاقي الحصاد حلو، لو بزرعها غلط هتلاقي الحصاد مصفر وجاف ومش حلو خالص. فلازم الامهات يبقوا عندهم وعي ان 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 مش كل شويه كله كل كل انت عارفه خد في امهات كده والجدات والجدات كل يا حبيبي كل يا حبيبتي، لا مش كده يعني، لازم يبقى المونيتور. واحنا اصلا ثقافتنا بنجامل بعض بالاكل والعزومات يعني، ما اعرفش ليه صح، احنا خدنا على كده فعلا، احنا كلنا كده. الكرم بيترجم او بيترجم فعلا ان انت تعزمي اكتر بالاكل حد عندك في البيت، تقدمي اكتر. العزومات دي بقى والله انا كارثه ثانيه، احيانا اقول لهم انا جايه بعد العزومه، لما الاقي نفسي تخن بقول لهم انا جايه لكم بيستا وروحي هتلاقي نفسك بالظبط. فلا بس مش طول الوقت كده الاكل فعلا، هو الاكل مصدر سعاده بس لازم يكون، بس التخن مصدر تعاسه. شوفي هي معادله واحده فعلا، هنبسط دلوقتي وانا باكل بس بعد كده حياتي يعني هتبقى مش افضل شيء. بالظبط. طيب خليني اروح معاكي برضو لكذا حاجه، لان احنا فاضل لنا تقريبا دقائق قليله جدا عن انتهاء الفقره على قد ما اقدر. يعني دلوقتي في اجسام بتبقى مختلفه والناس بتبقى مختلفه، كل واحد ممكن يبقى عنده فقدان مثلا وقت لما خس فيتامينز معينه. ازاي ممكن من خلال الكورس اللي هو مع بيستا خلاص انا بخس، بس مع الب مالتي فيت ان انا احصل على الفيتامينز اللي جسمي فعلا محتاجها بالدوزز كمان اللي هو محتاجها؟ اولا الب مالتي فيت في الدوزز بتاعته كويسه جدا. لو هتكلم على الزنك، الب مالتي فيت في اعلى دوز في الزنك في 23 ملي جرام بوينت 9. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم كمان لشعري، يعني الناس يقول لك البيوتين والزنك مهم جدا للشعر، مهم جدا للمناعه. عندي داخل الب مالتي فيت فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، فانا كده مع 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 فيتامين سي يبقى مناعتي كويسه جدا، يبقى الكولاجين بتاعي في زياده. عندي كمان داخل الب مالتي فيت الكالسيوم، الكالسيوم مهم لصحه عظمي ومهم لانقباض العضلات وكمان عضله القلب. وداخل الب مالتي فيت عندي كل عائله فيتامين بي، فيتامين بي هو اللي بيدعم لي التمثيل الغذائي، هو اللي بيدعم لي الميتابوليزم بتاع جسمي، هو اللي بيدعم لي طاقتي، هو اللي بيحسن لي الاعصاب. فيتامين بي رائع داخل الب مالتي فيت، عشان كده بقول من اهم المميزات بتاعت الب مالتي فيت انه داخله كل عائله فيتامين ب المركب. حلو جدا. ده مع القهوه مع فيتامين اي اللي هو هديه. فيتامين د طبعا مع القهوه الخضراء ومع فيتامين د هديه من شركه بايوناتشرز. كويس قوي. طيب احنا من خلال الارقام اللي حضراتكم شايفينها، لان السؤال ده بيتسال لنا احنا شخصيا، يقول لك اجيبه منين، رحت صيدليه فلانيه ما لقيتوش. لو حضرتك ما لقيتوش في الصيدليه، الارقام اللي على الشاشه يقدر يلاقي، كمان يجي دليفري على البيت صح كده؟ بالظبط، بيوصل لحد باب البيت، وعندنا فريق طبي بيتابع الحاله فروم داي 1. رائع جدا دكتور دينا، نورتينا كالعاده بجد. هنتقابل تاني، هنروح من بعض فين، هنتقابل تاني في فقره اكيد مختلفه. شكرا ليكي دكتور دينا ابو السعوده. بشكر حضراتكم كمان على متابعتنا النهارده، اكيد انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي، ونشوفكم بكره وحلقه جديده. مع السلامه.